السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أتمنى تكونوا بخير. خلاص هانت أهي، خلاص قربنا نخلص وآخر سنة، ربنا يسر إن شاء الله، ربنا معانا كلنا. حاولت إن أنا أجمع في الفيديو دوت الهاي ييلد كويستشنز اللي لازم تكون عارفها، أو لو أنت معتمد على مذاكرة بس فمن غير حل أسئلة، فالأسئلة دي مهمة ليك. تمام، أنت ممكن تكون عارف شوية حاجات وعارف مش عارف معظم الحاجات لو أنت معتمد مثلا على المطري أو واحد. فحاول ان شاء الله ان انا ايه ممكن مثلا تكتبوا اللي انتم مش عارفينه، او لو حاجات عارفينها ممكن تعدوها عادي جدا. اول حاجه عشان ما اطولش عليكم، الدكتور كارسينوما انسايتو، هو انسايتو بس علاجها بيكون لازم ماستكتومي. انسايتو بيكون ماستكتومي لو في حاله الدكتور. اي بي بي اي اللي هو الاكسلريتد بارشال بريست ايراديشن، ده عباره عن ايراديشن بنعمله بسرعه لمده 5 ايام. المفروض الايراديشن يطول معانا لشهر مثلا تقريبا او اكتر، احنا بنعمله في 5 ايام، مرتين في اليوم لمده 5 ايام باشعه معينه كده. ايه شروطها؟ شروطها ان واحد كبير يكون اكتر من 60 سنه، تكون الليجن يوني فوكال، لان لو مالتي فوكال موجوده في كذا حته في البريست فانت ما ينفعش، هيجي لك اختيار يقول لك مالتي فوكال فانت هتختار تقول له غلط، المفروض تكون يوني فوكال. بقيه الحاجات دي صح، اللي هو تي 1 واي ار بوزيتيف ونو لينف نود، الحاجات دي موجوده في الاكسبلينيشن. يعني لو في البريست لقيت ليجن في البريست، ف 75% هتلاقي فيه لينف نود ميتاستاسيس. لو لقيت ليجن في البريست 75%، لان ده الاختيار هيكون الصح، 75% هتلاقي فيه في اللينف نود. بقيه الحاجات ديت بقى يعمل اكسبلينيشن، مش بتتعمل في الحوامل، للماموجراف ما بتعملش ماموجراف في الحوامل، والكيماوي خطر بس في 3 شهور. بقيت شهور الحمل ممكن تدي كيماوي عادي. بالنسبه بقى للشابتر الليفر، شابتر الليفر اشهر فاريانت للارتريز هو ريبليس ذا رايت هيباتيك ارتري فروم سيفير ميزنتريك ارتري. طب دي هتعرفها ازاي؟ هترسم مثلا ان ده الاورطه، تمام، وبعدين كده السوبيرو ميزنتريك ارتري بيبقى جاي كده كيرف كده، يقوم طالع من الكيرف دوت الرايت هيباتيك ارتري. احنا لو جينا نشوف الاتجاهات هنلاقي هنا رايت وهنا ليفت، تمام، لو المريض قدامك هنا رايت وهنا ليفت، فرايت هيباتيك ارتري بيطلع كده منين؟ من السوبيرو ميزنتريك ارتري، تمام، عشان ما تنساهاش. بالنسبه للرسمه ديت فهو ده الليفر مثلا، ودوت الانفيرو فينا كيفا بيقسموا الرايت لوب وليفت لوب. طب مين اللي بيقسمه؟ طب الفالسي فورم ليجامنت بيقسمه لايه؟ لميديال ليفت لوب ولاترال ليفت لوب. يعني هو الليفت لوب بيقسمه الميديال ولاترال الفالس فورم يعني، انما مين اللي بيقسمه الرايت لوب وليفت لوب؟ هو الانفيرو فينا كيفا. فيجي لك سؤال هيقول لك الفالس فورم ليجامنت بيعمل ايه؟ هتقول له ان هو بيقسم اللاترال لوب الليفت لوب قصدي للميديال ولاترال. خلاص سيجمنت 1 هيقول لك السيجمنت 1 اللي هو ايه؟ اللي هو الانفيرو فينا كيفا. بيصب فين قصدي؟ سيجمنت 1 اللي هو ايه؟ اللي هو الكوديت لوب. طب بيصب فين؟ في الانفيريور فينا كيفا. اعرف ان الكوديت لوب ده نمبر 1، هو محمد رمضان كوديت لوب، فعشان هو نمبر 1 مش زي الحاجات الثانيه بيصبوا في الهيباتيك فين، تمام، لا هو بيصب على طول في الانفيرو فينا كيفا، تمام. فاكتور 8 مش بيتصنع في الكبد، عشان كده لما بنيجي نكشف عن وظائف الكبد مش بنكشف عليها بالانترن. هو الفاكتور 8 ده تبع مين؟ تبع الانترنسك اللي هو بنكشف عليه بايه؟ بي تي تي. انما عشان نكشف على وظيفه الكبد بنعمل اكسترنسك اللي هو البي تي، تمام، دي حاجه معلومه كده اضافيه. الجولد ستاندرد للليفر ليجن عشان تعرف في ليفر ليجن ولا لا، انك هتدخل الترا ساوند جوه العمليه. انت بتعمل عمليه فتح بطن المريض، هتحط الترا ساوند على الليفر وتشوف هل في ليجن ولا لا، فده الجولد ستاندرد بتاع الليفر ليجن. اشهر سبب للليفر سيل فيلير هو ان واحد عمال ياخد ادويه على المليان وعلى الفاضي، اللي هو دراج او توكسين انديوزد، ده اشهر سبب ليفر سيل فيلير. انما انا ما قلتلكش اشهر سبب للهيباتوسيلولار كارسينوما هو ايه؟ هيبقى السيروزس معروفه، تمام. واحد هيجيب لك حاله كده بيقول لك واحد عنده سكر وعنده فاميلي هيستوري ان عندهم برضو سكر، فاميلي هيستوري برضو من ليفر سيروز، بيجيلهم ليفر سيروز. فالثلاث حاجات اللي لقيتهم مع بعض، واحد عنده سكر وفي فاميلي هيستوري وعنده ليفر سيروزس، اعرف على طول ان هو هيموكروماتوزس، ان الحديد اترسب في البنكرياس فعمل دايابيتس ميليتس وحصل بسبب جيني، وبرده الحديد اترسب في الليفر فعمل ليفر سيروزس، تمام. السيروزس لو مريض عنده سيروزس فهو دايما طول ما هو قاعد عمال يحرق طاقه، فاعرف كده ما
مريض السيروزيتون هو قاعد عمال يحرق ايه؟ عمال يحرق طاقه، فهو عنده increase في الريست energy expenditure. هيجي لك سؤال هيقول لك decrease، اقول له لا هو المفروض increase، وعنده زياده في cardiac output، وعنده increase في vascular resistance، قصدي decrease في vascular resistance بسبب الفاز dilatation اللي عنده. تمام، دي معلومات اضافيه. تمام، خلي بالكو احسن ايه احسن طريقه لقياس ضغط البورتال؟ تمام، هو حاجه اسمها هيباتيك فينوس بريشر جريدينت، اللي هو ايه؟ اللي احنا ندخل قسطره في الهيباتيك فين، تمام، ونقيس الضغط جوه، بعد كده نخلي القسطره دي نحط فيها بالونه وننفخ. هنكمل يا جماعه، يلا. احسن طريقه لقياس ضغط البورتال هو حاجه اسمها هيباتيك فينوس بريشر جريدينت. جريدينت يعني حاجه ناقص حاجه، فاحنا هنطرح الفري هيباتيك بريشر ناقص الويدج هيباتيك بريشر. المفروض الفرق ده يكون اقل من 10، لو هو طلع اكتر من 10 فمعنى كده ان هو عنده بورتال هايبر تنشن. الاكيوت فيريسيال هيمرج بتعالجها ازاي؟ اول حاجه بتدخل قسطره في الفم، بعد كده تنزل تحاول ان انت تعمل لاجيشن واندوسكوبي، بعد كده تعلق محاليل تحط فيها الفازوبريسين او الاكتريوتايد، او تحط في معاهم الانتي بايوتيك عشان تمنع البروفلاكسس بتاع الايه البروتونايتس او الانكيفالوباسي. الريكرنت، خلي بالك معلومه جايه ديت، الريكرنت فيريسيال هيمرج يعني كل شويه، يعني ايه؟ يعني هو جاله اكيوت فيريسيال هيمرج النهارده، بعد سنتين نسبه ان هو يجي له فيريسيال هيمرج قد ايه؟ بتكون 70% لو هو مش ماشي على العلاج. خلاص، يبقى هو جاله النهارده فيريسيال هيمرج، بعد سنتين نسبه ان هو يجي له كمان فيريسيال هيمرج كام؟ 70%. 70% تنسوش 70%، عشان في سؤال جه قال النسبه قد ايه، هتقول له 70%. بالنسبه للشايلد باف كلاسيفيكيشن، طبعا انت عارف انت بتقيس فيهم الالبومين والبيليروبين والبي تي تي والبي تي قصدي، وبعد كده تشوف هل في بريزنس اوف الكفالوبوس او سايتس ولا لا. في حاجه اسمها ميلد اللي هي مود فور موديل فور اند ستيج ليفر ديزيز. انت هتعرف في ليفر ديزيز ولا لا، هتضيف على هيبقى عندك بيليروبين والبي تي، هتقيسه بايه يعني؟ اقصد هيبقى عندك حاجات ايه اضافيه؟ الكرياتين، هتشوف الكرياتين هل عنده هيباتورينال ديس اوردر، يعني هل بوظان الليفر ادى لبوظان الكليه كمان؟ لا، فهتشوف الكرياتين عشان تعرف في ميلد ولا لا. افتكر ميلد يعني حاجه ساحت، هو الليفر ساح وسايح مع الكدني، فلازم نشوف الكرياتين. يعني احنا يا جماعه احنا بنبصمج، احنا خلاص هنا تاني، يعني احنا المعلومات ديت محتاجينها دلوقتي عشان الامتحان، بعد كده نرميها، بعد كده بقى ما تتخصص ليفر ابقى اعرف الحاجات دي كلها. خلاص، بالنسبه للشايلد باف كلاسيفيكيشن، المورتاليتي ريت لو هو كلاس A او كلاس B او كلاس C، المورتاليتي ريت بتاع كلاس A هو 10%، خلي بالك في سؤال كده في الحته دي 10%، انما كلاس B لو تلاحظ ان هي فيها ايه 3 كده فهي بقى 30%، كلاس C 75%. تمام، كل سنة يعني عندك 10 عندهم سيروزس او 100 عندهم سيروزس، كل سنة كم واحد بيتحول لهيباتوسيلولار كارسينوما؟ هو 2-6%، في سؤال جه في الحتة دي، 2-6% بيتحولوا من سيروزس لهيباتوسيلولار كارسينوما. ايه اشهر الهيباتيك بناين ليجن؟ طبعا انت اول ما تشوف الادينوما هتختارها او الهيمانجيوما. لا، دي حاجة اسمها، هو بيكلمك على ليجن مش ماس، ليجن يبقى سيمبل سيست، سيمبل سيست هي اشهر هيباتيك ليجن. في سؤال هيجي يقول لك ايه اشهر ابسس في الكبد؟ هتقول له البيوجينيك ابسس. بيكون فين؟ بيكون في الرايت لوب. مين اللي بيعمله؟ بقى شريشيا كولاي. سيبك من الحاجات دي كلها، تقريبا دوت كان في بيلي اند لاف مش فاكر. المهم احنا قلنا اشهر بناين هيباتيك ليجن هو السيمبل سيست، على الرغم من ان الهيمانجيوما هو اشهر بناين سوليد ماس، يعني لو قال لك ماس هتبقى هيمانجيوما، انما ليجن هيبقى سيمبل سيست. الليفر ادينوما هو ريسك فور رابشر، سؤال في الحته دي ريسك فور رابشر، عشان كده اول ما تشخصه لازما ريسكتد. خلاص، الفوكال نودولار هايبربليزيا ويز سنتر سكار، ولا بيفرقع ولا بيتحول ولا بيعمل اي حاجه، السيروزس كل سنه بيتحول 2-6% لهيباتوسيلولار كارسينوما. بالنسبه للكولانجيو كارسينوما، الكولانجيو كارسينوما ممكن يكون ناحيه البنكرياتيك داكت وممكن يكون ناحيه الليفر، لو ناحيه الليفر اسمه بروكسيمال، هو بروكسيمال كولانجيو كارسينوما. البروكسيمال كولانجيو كارسينوما دوت عشان تشيله ليه شروط، حاجه اسمها مايو بروتوكول،
ماي بروتوكول. في الماي بروتوكول يقول لك عشان تشيله ما ينفعش يكون يعني ما يكونش عمل قبل كده راديو. فهو مايو وما ينفعش يكون عمل قبل كده راديو، لان لو عمل قبل كده راديو يبقى ما ينفعش معاه بقى المايو. تمام. هو البروكسيمال دوت بيكون 10% ويز برايمري سكلروزين كولنجايتس، المفروض ما يكونش عمل راديشن قبل كده. وبيكون اسمه الثاني هايلر كولنجي كارسينوما او كرات سكين تيومر. طب افرض مثلا يا بطل وانت بتشيل المراره اكتشفت ان فيها كارسينوما، هتشوف الستيج بتاع الكارسينوما ديت هي تي 1 ولا تي 2؟ السؤال هيجي لك هيقول لك تي 1 هتعمل فيه ايه؟ هتعمل فيه ري اوبريشن، تفتح تاني وتعمل فورمال لوبكتومي بتاع، يعني هتشيل الحته الليفر اللي قريبه من المراره. تمام. وبايل داكت ريسكشن، وهتشيل البايل داكت ريسكشن لو هي تي 1. فانت هتخش تاني هتعمل عمليه تاني وتشيل الحته من الليفر وتشيل ايه البايل داكت اللي هي قريبه برضو من المراره ريسكشن يعني. تمام. لو عندك كولوريكتال كارسينوما وعمل ليفر ميتاستاسيس وعايز تعرف هل هو ريسكتد ولا لا، يعني هل تعرف هل هو ينفع تشيله ولا لا، فانت ده بيعتمد على ايه؟ هل هو ريسكتد ولا لا؟ على يعني على السايز بتاع الليفر اللي هيتبقى بعد ما تكون ايه عملت ريسكشن. يعني هل هيبقى عندك جزء كافي ان هو يعمل الفانكشن بتاع الجسم كله ولا لا؟ فهو لو عندك جسم كافي خلاص يا معلم قص الحته اللي فيها ايه اللي فيها كانسر. انما لو مش هيبقى عندك حته كافيه فانت بقى تعمل ترانسبلانتيشن وخلاص. تمام. فهو ده بيعتمد على بريدكتد فوليوم اوف هيباتيك ريمننت. ده بالنسبه للحته دي اللي فيها سؤال. مش عارف انا كاتب ان لا ديت معلومه اضافيه ان نسبه الميتاستاسيس للليفر للبرايمري ليفر تيومر هو 20 لواحد. يعني اول ما يقول لك ان في ليفر كانسر تخيل على طول انها هيبقى ايه ميتاستاسيس، لان 20 لواحد بتكون ميتاستاسيس وواحد بس بيكون ايه برايمري. عشان تعمل ليفر ترانسبلانتيشن محتاج شروط معينه. تمام. مش مهم تعرف الشروط دي، المهم تعرف ان السؤال اللي جه فيها هو حاجه اسمها ميلان كرايتيريا. ميلان كرايتيريا دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك عشان تعمل ترانسبلانتيشن لازم يكون في 3 ليجنز ويكونوا اقل من 3 سنتي. يبقى يكونوا ايه 3 ليجنز ويكونوا ايه اقل من 3 سنتي. والكيماوي الوحيد يعني انت عايز تدي جرعه كيماوي الواحد عنده ايه ليفر سيل فيلير، الكيماوي الوحيد اللي ابروفد لسرطان الكبد هو سورافينيب. ده سؤال جه في الحته دي. سورافينيب هو مثلا واحد كان عنده سيروزيس قلب للسيل فيلير ليفر سيل فيلير هتدي له ايه سورافينيب. تمام. في حاجه اسمها بيرسبان 2000 هيباتيك ريسكشن سنة 2000 يعني معمول سنة 2000 ليفت لاترال سيكشنكتومي. طب بص بقى الحتة السيجمنت بقى ديت عشان انا كنت بتلخبط فيها. لو انت بتبص على الليفر من جوه، يعني انت دلوقتي الليفر بعد كده سحبت وطلعت لفوق، دلوقتي دي بقت المرارة. تمام. وهنا انفيرو فينا كيفا، هتبدا ترقيم من اول فين؟ من جنب الانفيرو فينا كيفا. ده كده هنا الكوديت لوب هيبقى رقم واحد، بعد كده تمشي مع عكس عقارب الساعه. يبقى ما دام قلبت الليفر يبقى تمشي قلبان هو عكس عقارب الساعه. تمام. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. هو بيقول لك ليفت لاترال سيكشنكتومي معناها ايه؟ معناها ايه يعني انت فين الليفت وفين الرايت؟ هنا الليفت وهنا الرايت. فهو ليفت لاترال اللي هو عايزه الناحيه ديت، بتشيل سيجمنت ايه هتقول له سيجمنت 2 و3. خلاص سيجمنت 2 و3. انما انا مش عايز الخبطه واقول لك لو بصيت على الليفر من بره هيبقى مع عقارب الساعه، يعني هتلاقي مثلا هنا 2 و3 و4 و5 و6 فهيبقى المراره هنا ايه، فالمراره هنا ناحيه 4 و5 ولو بصيت على المراره هنا ناحيه 4 و5 برضه. عشان بس ما لخبطكش اقلب الليفر واقلب اتجاه عقارب الساعه هتعرف ان هو الترقيم ازاي. هو الليفر موجود في جسمنا ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين. وانت لما بتيجي تاكل الاكل بتاكل بايه؟ بايدك اليمين. طب والكومن بايل داكت لما تيجي تتغذى بتاخد من ايه؟ من الشريان اليمين للكبد، رايت هيباتيك ارتري. فهو كل حاجه في الكبد يمين، فتعرف ان الكومن بايل داكت بتاخد من رايت هيباتيك ارتري والجاسترو ديودينال ارتري.
anomalies of hepatic و cystic artery بتكون 50%. يبقى لو انت يبقى انت عندك كلاسيك بيكتشر بتاعت الهيباتيك والسيستيك ارتري هم 50%, و 50% التاني بيكون فيه انوماليز. فعشان كده لازم ايه تعمل صبغه بقى قبل ما تخش اي عمليات عشان ما تعورش اي حاجه, تعرف هل هو كلاسيك ولا مش كلاسيك. والتريتمنت بتاع كوليدوكال سيست هو ايه؟ يعني انت عندك كوليدوكال سيست, سيست موجوده في الكومن بايل داكت, هتعمل ايه؟ ريسكت على طول يا معلم. يعني اجراحه ايه غير ريسكشن وهيستريكتومي وهيباتيكتومي؟ اي حاجه مش عاجباك شيلها على طول. فهو الكوليدوكال سيست ريسكت الكومن بايل داكت, وهتسيب المراره يعني متعلقه في الجو, فهتشيل المراره وكل سيستكتومي خلاص. وبعد كده هتعمل ايه؟ هيباتو الجزء بقى اللي فاضي اللي هو عندك الهيباتيك داكتس هتعملها, هتلزقها في الجوجنم فتعمل هيباتو جوجنوستومي. 95% من البايل اسيد ابزوربد من التيرمينال اليوم, 95%. يعني تخيل كده البايل اسيد عمال يلف حلقه دائريه, 5% بس اللي بيفقده, 95% بيرجع متص. طيب افرض مثلا انت كجراح عالمي دخلت تعمل عمليه في البايل داكت في الليفر وعورت البايل داكت, فعملت بايل داكت انجري, احتمال انك تشوف يعني انك تكتشف هذا الانجري 25%. 25% ايدنتيفايد انترا اوبراتيف. في سؤال هيقول لك كده قد ايه هتعرف تكتشفه؟ 25%. 75% مش هتعرف انك عورت البايل داكت. طيب بعد ما انت قفلت هتعرف ازاي ان البايل داكت اتعورت؟ انك هتلاقي ترانس امينيز عالي. ايرلي بوست اوبراتيف بيلياري انجري بريزنت باي انكريز ترانس امينيز. خلاص. طيب يا معلم انت دلوقتي عورت البايل داكت وحصل بيلياري ليكج, هتعرفه ازاي؟ هتعرفه بالالترا ساوند. فحصل بيلياري ليكج هتعرفه بالايه؟ بالالترا ساوند. وطب لو انت حصل تضييق ستريكشر بوست اوبراتيف بيلياري ستريكشر, ما ينفعش ستريكشر ممنوع. ليه؟ لان انت دلوقتي هتحبس البايل هيرد على الكبده يعمل سيروزس. لا, فانت ما ينفعش, لازم تلحقه بكاثيتر على طول. يبقى ترانس هيباتيك كاثيتر بليسمنت فور ديكومبريشن عشان تعمل ايه؟ ديكومبريشن. فانت عرفت الاربع نقط دول. اول حاجه ان البايل داكت انجري 25% هيدنتيفاي انترا اوبراتيف. وعايز اقول لك على حاجه, لو انت نسبه ال 25% دول اكتشفته فتحط على طول تي تيوب, او انت شاكك لمجرد شاكك انك عورت البايل داكت لازم تحط تي تيوب بليست تيوب. فهيبقى سؤال في الحته دي برضه. 25% تكتشف هتحط تي تيوب, لو في بيلاري ليكج هتكتشفه بالالترا ساوند, لو في استريكشر لازم انت تحط كاثيتر ترانسيباتيك كاثيتر, لو في انجري بعد ما قفلت الجرح وشفت الانزيمات هتلاقي الانزيمات عاليه ترانس امينيز لو في انجري. تمام. هنخش على شابتر الاسبرين. شابتر الاسبرين علينا كورقه اولى ولا ايه؟ غالبا علينا. الاكسسوس اسبرين موجود في مين كم واحد؟ 20% من البوبيليشن. 20% من البوبيليشن هتلاقي ايه؟ اكسسوار اسبرين. هتلاقي الاكسسوار اسبرين دوت في الهايلاند اكتر حاجه, وما بيكونش موجود. هيجي لك سؤال هيقول لك الاكسسوار اسبرين مش موجود فين؟ في الاسم الغريب اللي هتلاقيه. ايه الاسم الغريب؟ اللي هو جيروتا فاشيا. يعني احنا عمرنا ما سمعنا عن حاجه اسمها جيروتا فاشيا. خلاص. جيروتا ديت ما بيكونش فيها ايه؟ اكسسوار اسبرين. بروتين not altered in hereditary spherocytosis is pyruvate kinase. بص, السفيروسايتوزيس ده حاجه ليها علاقه بالسيل وول بتاع الار بي سيز. فانت البيرفيت كاينيز دوت ده انزيم جوه الار بي سيز, فمالوش علاقه خالص بالسفيروسايتوز. فنوت altered في حاله السفيروسايتوز. تمام. الاي تي بي ام ال ان بي دي هات يا جماعه, ديت الانيون جاب. انا كنت بحاول افهمها وكده, فما كان فيها موضع سؤال في الام سي كيو تريكس, هاي انيون جاب ولو انيون جاب. ما علينا, خلينا في الهاي يلد. الاي تي بي بتعالجه بايه؟ بالبريدنيزولون. هو اميون ثرومبوسايتوبين, فهو اتعالجه بايه؟ بالبريدنيزولون على طول. انما الهيري سيل ليوكيميا, هيري بتبدا بحرف الاتش فبيكون فيها هيوج سبلين. هيري سيل ليوكيميا هيوج سبلين. كرونيك مايلود لوكيميا وي دو سبلينكتومي فور سيمبتوماتيك ريليف. في حاله كرونيك مايلود لوكيميا السبلين عنده كبير وعامل اعراض فبنشيل سبلينكتومي عشان يريح الاعراض, انما ملوش علاقه بالمرض, انما هو ايه؟ كسيمبتوم ريليف. طب وفي حاله تانية يا دكتور عبد الله, بنقدر ان احنا نعمل
سبرينكتوم عشان سيمبتوم ريليف؟ هقول لك اه، في البوليسايسيميا فيرا احنا بنعمل سبرينكتومي if there is symptoms from splenomegaly. فهو في حالتين بتعمل سبرينكتومي for relief symptom relief. هو مين؟ الكرونيك مايلود ليوكيميا والبوليسايسيميا فيرا، حاجه ليها علاقه بالار بي سيز وحاجه ليها علاقه بايه بالوايت بيسيز. ايه اشهر سبب للسبلينك سيست؟ الله اكبر الله اكبر. طب احنا نوقف يا جماعه عشان الاذان. اشهر سبب للسبلينك سيست يا جماعه ان السيست في الاسبلين هو وجود بارازايت. بارازايت بينزل بيخش الاسبلين ويقعد ينخر فيه. طيب افرض مثلا 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 انك جات لك واحده حامل واكتشفت ان عندها سبلينك ارتري انريزم، هتعمل ايه ساعتها؟ هتعمل سيرجيكال تريتمنت. تمام، لازم تعمل سيرجيكال تريتمنت لواحدة حامل، لان لو حصل نزيف من الانوريزم دوت هي هتموت هي وطفلها، فلازم تنقذها حالا. لو لقيت نورمال ليفر انزايم، عملت انزيمات ليفر لقيتها سليمه، ولقيت ان في جاستريك فاريسز، فاعرف ان الجاستريك فاريسز ديت تمام هي ممكن تكون الفاريسز دي فوق وممكن تكون تحت. المهم جاستريك فاريسز ونورمال ليفر، فمعنى كده ان في بورتال هايبرتنشن بس مش مأثر على الليفر، فهو بري هيباتيك. بري هيباتيك يبقى فين؟ في السبلينك ثرومبوزس، هيبقى غالبا بس السبلينك ثرومبوزس، يعني انت هتشك فيه اكتر لو في حاله الجاستريك فاريسز مع نورمال انزايم. فهتعالجه ازاي؟ بسبلينكتومي. بص عشان اوضحها لك، مش هو في شورت جاستريك فيزلز ديت بتوصل ما بين السبلين وبين الاستومك، شورت جاستريك فيزلز، شورت جاستريك فيزلز ديت بعد كده بتصب في السبلين، بتوصل يعني السبلين بالاستومك، وبعد كده السبلين بيبقى فيه سبلينك فين. فافترض ان السبلينك فين اتسد، فالدم هيرد على السبلين، بعد كده هيرد على الشورت جاستريك، بعد كده هيرد على الاستومك، فيحصل جاستريك فاريز. هل الموضوع اثر على الليفر؟ لا، ففي ليفر نورمال ليفر انزايم، فانت هتعالجه بايه؟ بالسبلينكتومي. هتشيل السبلين خالص وهتشيل الوصله ديت، فبالتالي الجاستريك فاريز هتقل والدنيا هتظبط معاك. قلنا ال 95% من البايل اسيدز ابزوربت، خلينا نظبطه كده عشان ما نتلخبطش. 95% من البايل اسيد ري ابزوربت في التيرمينال اليوم. الكوليسترول بيدوب في الليسيسين والبايل سولتس، عشان هيقعد يجيب لك اختيارات كتيره، لان انت تختار الليسيسين، الليسين اللي هو الفوسفوليبيد يعني، والبايل سولتس. تمام. الاكيوت كوليسيستايتس بيحصل ازاي؟ اول حاجه بيحصل اوبستراكشن، بعد كده بيحصل انفلاميشن من الاوبستراكشن، بعد كده بيحصل ايه؟ بكتيريال انفكشن. فهو ده التسلسل المنطقي بتاعها، اي تسلسل تاني غير ده فاعرف ان هو غلط. بالنسبه للاوبستراكتيف جوندس، فهو في الاول بن يعني انيشال تريتمنت الاوبستراكتيف جوندس هو بالاي في انتيبيوتيك والفلويدز. يبقى الاي في انتيبيوتكس، يبقى انت عندك دلوقتي واحد جوندس اوبستراكتيف، هتديله مضادات حيوي وفلويدز، تحاول ان انت ايه تديله بايل سولت شويه. بعد كده هتشوف بقى المشكله اللي في هتبدا تفتح بقى وتشوف ايه اللي عامل انسداد، وحاول تريح الانسداد ده، تمام، تفك الانسداد ده، فتعمل ريليف بالاندوسكوب. اللي هو لو هو تحت هتدخل الاندوسكوب، وبعد كده ارسب انتيرو جريد ريترو هيباتيك، ماشي تمام. وبعد كده او لو الانسداد فوق فانت هتعمل بيركيوتينيوس ترانس كولانجيو، بعد كده بي تي سي يعني. بعد كده لو لا ده ولا ده نافع معاك او دول مش متاحين معاك، فانت هتعمل سيرجري. دي معلومه اضافيه ما فيش فيها اسئله ولا حاجه، دي تقريبا جت في الاكسبلانيشن. كالكولار كوليسيستايتس، يعني كوليسيستايتس حصل من غير اي حصوات، دوت تعرف ان واحد في العنايه المركزه، يعني واحد معلق برينتر نيوتريشن، واحد سيفير إلنس وكبير عجوز في السن، فاعرف ان دوت كالكولار كوليسيستايتس، دي مواصفاته، واحد في العنايه المركزه. دور في اي في الاختيارات عن واحد كبير وحالته مدهوره، هتلاقي هو الكالكولار كوليسيستايتس. بالنسبه للسكليروزنج كولانجيتس، يعني في تليفات حوالين البايل داكت، البايل داكت اللي هو سكليروزنج كولانجيتس، دي بعد كده بتعمل، ده حصلت بسبب ان في انفلاماتوري عمل ستريكشر تليفات، بعد كده البايل مش عارف يخرج فرد على الليفر، فعمل بيلاري ايه سيروزس. فعلاجها اول ما تشوف سكليروزنج كولانجيتس على طول تروح على مين؟ على الليفر ترانسبلانتيشن، لان الموضوع على طول بيحصل بسرعه، ف والبايل بيبوظ الكبد كله، فالدنيا بتبوظ عندك خالص. لو راجل عجوز قوي
وعنده رمل في المرارة، راجل 78 سنة وعنده رمل في المرارة، كوليليثيزيس، ما تشيش المرارة. الراجل 78 سنة، انت متخيل هتدخله عملية جراحية اصلا هيموت هيفطس منك، تمام؟ فانت ما تشيش المرارة ولا حاجة. اسيمبتوماتيك جول ستون، يعني حصوة مش بتعمل اعراض. بعد سنة احتمال انها تعمل اعراض كم في المية؟ 3%. هي 2-3% يعني، بس انت هتحسبها 3%. طب بعد سنة اسيمبتوماتيك جول ستون انها تعمل مضاعفات، بعد سنة هيبقى نسبتها قد ايه؟ من 3-5%. يعني واحد عنده اعراض جول ستونز هتعرف المضاعفات هتجيله بعد سنة بنسبة قد ايه؟ من 3-5%. السؤال اللي هيجي هنا بقى ايه؟ السؤال اللي هيجي هيقول لك واحد ما عندوش اعراض، عنده جول ستون وما عندوش اعراض، بعد 10 سنين نسبة ان هو مش هيظهر عليه اعراض، خلي بالك ما قالكش هيظهر عليه اعراض، لا مش هيظهر عليه اعراض، نسبتها قد ايه؟ هتحسبها ازاي الطريقه ديت؟ انت دلوقتي بيظهر عليه اعراض كل سنه بنسبه 3%، يعني بعد 10 سنين كم في الميه هيحصل لهم؟ هتضرب ال 3 في 10 ب 30. طب كم في الميه بقى مش هيحصل لهم؟ هتطرح 100% ناقص 30%، يبقى هيحصل 70%. في الاختيارات هتلاقي ايه اقرب حاجه لل 70%؟ هو 66%. فدوت اللي انت هتختاره. البورسلين جول بلادر اللي هي كالسيفايد جول بلادر بنسبه اكتر من 20% تتحول لكارسينوما، بنسبه اكتر من 20% هتحول لكارسينوما. عشان كده اول ما تشوفها ريموفد على طول. التدخين، في معلومه بتقول لك ان التدخين مش بيزود الكارسينوما في الجول بلادر، يعني التدخين ما يعملش كانسر في الجول بلادر. التدخين بعيد عن التدخين يقول يا جماعه انا بريء من المراره، الدخان السجاير بيقول انا بريء من المراره، تمام؟ فهيجي لك اختيارات هيقول لك سموكينج. ده بالنسبه لللوبز شرحناها. وبيقول لك بقى في سؤال هيقول لك ايه، احنا دلوقتي ده الليفر قلبناه فهنمشي عكس عقارب الساعه 1-2-3-4-5، فيقول لك المراره موجوده في سيجمنت ايه؟ 4 و5. فانت او الدرينج الليمفاتيك درينج بتاعها يبقى ايه؟ 4 و5. خلاص فهمتها. الجول بلادر ليجن ان لامينا بروبريا اونلي تريتمنت از كولي سيستم، يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت عندك، يبقى دلوقتي انت عندك جول بلادر وفيها ليجن في اللامينا بروبريا، يعني عندها مثلا كانسر ووصل اللامينا بروبريا، هل انت محتاج انك تعمل راديكال بقى ديسكشن والكلام ده كله؟ لا، كل اللي انت عليك انك تشيل مره بس كولي سيستم. كلات سكين تيومر، فاكر اللي هو ايه؟ اللي هو البيري هايلر كولانجي وكارسينوما، اللي هو مثلا كارسينوما في البايل داكت، تمام؟ فيها كذا ستيج. عمك بيسمس بقى شاف ايه؟ شاف التيومر دوت وحب ايه يالف له التقسيمه، فقالك ستيج 1 دوت بيكون موجود في الكومن بايل داكت بس، ستيج 1 موجود في الكومن بايل داكت. طب ستيج 2 لا، ده هو موجود في البايفوركيشن، طلع فوق البايفوركيشن بتاع الكومن بايل داكت، خلاص. طب ستيج 3 يا اما 3A يا اما 3B. بص يا معلم، 3A دخل في الفرع اليمين، هو مش هو الكومن هيباتيك داكت، بتبقى جايه من فرعين من الكبد تو برانشز، تمام؟ دلوقتي هو 3A هي طلعت فوق على الفرع اليمين، فهو الرايت هيباتيك داكت، و3B دخلت على الفرع الشمال الليفت هيباتيك داكت، وال4 دخلت على الفرعين مع بعض. فكل اللي عليك اللي هيسالك سؤال هيقول لك ان هو واحد الكولونجو كارسينوما دخل في الرايت هيباتيك داكت في اليمين، فهيبقى ايه؟ هيبقى 3A. هي الاي البدايه دايما تكون باليمين، فاي باليمين والبي اللي هي الشمال، فهو عرف على طول 3A. اف ليجن ميتاستايز تو سيلياك ليمف نود، فهو ريسكت، حاجه راحت على طول السيلياك، السيلياك بقى لازقه على الارتري، لازقه على الاورطه، فصعب، فهو ريسكت على طول، يبقى سيلياك ليمف نود هيبقى ريسكت. قد تعتقد والوهلة الأولى إن المسؤول عن الهيباتيك انكفالوباسي هو الأمونيا بس، لكن اللي عايز أقولك إن أنت لو جات لك السؤال ده هتقول أول في زباق الأمونيا بلاس الميثيونين وشورت تشين فاتي أسيد. الوارن أوبريشن، حد يعرف عنها حاجة؟ اللي هي ديستال سبلينورينال شانت، حد يعرف عنها حاجة؟ اللي هو السبلين، خدنا الفين بتاعه وقصيناه، قطعنا الجزء البروكسيمال وجبنا الجزء الديستال وقمنا ايه مصرينه في الرينال فين، تمام؟ دوت
احسن عمليه. ليه؟ لانها لوست ريسك اوف انكفالوباسي. دلوقتي الدم اللي احنا حولناه دوت مش دم محمل بفضلات الامعاء وكده، لا ده كويس. وبريفنت الفيوتشر بليدنج، ده يعني حاجه كويسه، بيقلل ضغط البورتال وكمان لوست ريسك اوف انكفالوباسي. فبيجي سؤالين في الحته ديت، هيقول لك اللوست ريسك ايه هو، هتقول له الوارن اوبريشن، وايه البريفنت فيوتشر، هتقول له الوارن اوبريشن، او الوارن اوبريشن بيعمل ايه، بريفنت فيوتشر بليدنج. الفاريسيال بليدنج، البليدنج دلوقتي انت عندك بليدنج فانت هتحاول ان انت تعالجه باندسكوب، وهتعالجه بادويه اكسوريوتايد وفازوبريسن وسكليروثيرابي. طب دلوقتي دول مش كفايه، فانت عايز تاخد مرحله كمان، هتشوف البورتال هل في ثرومبوز ولا ما فيهوش ثرومبوزس. لو ما فيهوش ثرومبوزس يعني انت هتعمل اكسكلود البورتال ثرومبوزس، فممكن تعمل تيبس اللي هو انت تعمل تحويله جوه الليفر بشرط ان البورتال ما بيكونش فيه ثرومبوزس. طب لو البورتال فيه ثرومبوزس فانت هتضطر تخش على عمليه ثانيه انك تقص الفاسكولاريزيشن، دي فاسكولاريزيشن في وجود البورتال فين ثرومبوز، تعمل دي فاسكولاريزيشن. في سؤالين في الحته دي، سؤال هنا وسؤال هنا. البيلياري ليكس يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك بحيرات من البايلز موجوده جوه الليفر وفيها حصوات، يعني عندك بحيرات وجواها زلط وجواها توب وجواها الحاجات ديت، فبالتالي دي حاجه اسمها كارولي ديزيز، كارولي العربيه كارو محمله بالبايل ليكس، بحيرات البايل والستونز اللي موجوده. اشهر سبب موست كومن كومبليكيشن الهيتايد، هيعمل ايه؟ هيعمل دلوقتي الهيتايد اشهر هتقعد تجمع سوائل جوه سوائل جوه لحد ما تفرقع، هتفرقع فين؟ في البايل. يبقى هو اشهر كومبليكيشن هي رابشر ان بيلري. افتكر الرسمه دي، دنفير من غير ما تعرف ايه هو الدنفير، فهو بيبدا بحرف الدي فيعمل دي اي سي، دنفير دي اي سي. البايت كاري برضو في 2 دي، فهو البايت كاري بيعمل اللارجمنت الكوديت، بايت كاري يبقى اللارجمنت الكوديت. الحاجات سهله يا جماعه والامتحان سهل، بس ما تقلقوش نفسكم. ان تي بي بروتونايتس، ان تي بي بروتونايتس تي بي على طول يبقى بيزود البروتين، التي بي بيزود الليمفوسايتس وبيزود البروتين، فلازم أن يكون بروتين في الاسايتس اكتر من 30 جرام باللتر. في سؤال هيجي لك يقول لك اقل من 30 جرام، هتختار الاجابه هي دي الغلط، ان هو المفروض اكتر من 30، بروتين كتير في حاله التي بي. كولانجيوكارسينوما، كولانجيوكارسينوما يا جماعه هتختار الاول اوف ذا باف، ان هو انترا اكسترا هيباتيك، والبريدبوزنج فاكتور بكتيريا اسمها كولونوركس سينينسيس، والمور ان فار ايست في الصين واليابان والكلام ده كله. الهيباتوسيلا كارسينوما يا جماعه بتكون جايه غالبا من تليف، ولذلك مش بتعالج بالراديو ثيرابي. الراديو ثيرابي بيتعالج ان هو بيعتمد فكرته ان هو بيقفل براد فيزز، فبالتالي هيباتوسيلا كارسينوما مش بتعالج بالراديو ثيرابي ولا الكيماوي حتى، بس الكيماوي الوحيد اللي اثبت فعاليته هو السورانفينيب اللي قلناه قبل كده. الترياد بتاع كوليدوكال سيست، خلي بالك كوليدوكال سيست، كولي يعني قول لي مالك يا ابني في ايه، كولي دوكال انت دقق، هتدقق فين؟ في عينيه. فكولي دوكال هيقول لك ايه؟ هيقول لك انا عندي وجع في الجنب اليمين، فبين وهتشوف هتلاقي ماس، يبقى ماس عامله بين دوكال، هتدقق في عينيه هتلاقي فيه جونز. فالتريات دوت اللي هو ماس وبين وجونز. لو في كولي دوكال سيست هتعالجها ازاي؟ انك هتشيل الجراحه عندنا انك على طول تشيل على طول اكتومي على طول. فكولي دوكال سيست هتشيل ايه؟ هتشيل البايل داكت، هتشيل معاه المراره، وهتحاول تعمل توصيله من الهيباتيك داكت للجيجنم، فتعمل هيباتوجيجنوستومي. خلاص ماشي العمليه شكلها. بيجمنت ستون، البيجمنت ستون يا جماعه بتكون موجوده في ثلاث حالات، في عندنا براون بيجمنت ستون وبلاك بيجمنت ستون. البراون بيجمنت ستون في حاله الانفكشن، خلاص. انما البلاك بيجمنت ستون في حاله السفيروسيتوز، حصل هيموليتيك يعني ديزيز، هيموليتيك انيميا. او السيروزس، السيروزس ايه الميكانيزم بتاعه؟ ان هو لما السيروزس بيبقى ديكريز في البايل اسيد سينسيسز، او البايل اسيد قليل، فبالتالي النص السيوليبرتي بتاعه الانكونجيكيتد بالروبين فيترسم. خلاص يا جماعه، بالنسبه للسنت تريادة يا شباب انا بسميها ثلاثي البزازار. يعني ايه؟ هي يا اما فوق خالص يا اما تحت خالص. برضو يعني ايه؟ يعني اول حاجه ان الاستومك تبوظ من فوق الديافرام فتعمل هياتس هيرنيا، وان المراره يحصل فيها كوليسيستايتس فتبان بره كايه، كبالبابل مراره، كبالبابل بلادر، تمام. وتحت خالص هتلاقي فيه دايفرتيكولار ديزيز، تمام. ده السنت ترايد. بالنسبه لو شلت المراره
ولسه في اوبستراكتيف جوندس، يعني انت مفكر ان المراره عشان فيها حصوه ففي جوندس، فانت شلت المراره لسه في جوندس، فمعنى كده ان الكومن بايل داكت هي اللي في المشكله. المشكله يا اما ايه، يا اما في سكيميك يا اما ستراكشر يا اما سكيميك في عمل فايبروزس يا اما ستون يا اما مالجنسي، فهتختار اول اوف ذا اباف من الاخر يعني. والناركوتكس بتزود التون بتاع السفنكتر اوف اودي، فبتزود المشكله بتاعه البيلاري دكت او بيلاري باثولوجي، اي باثولوجي يعني في البيلاري بتزود المشكله، الناركوتكس بتزود المشكله. تمام. البوس ساين، انت لما تيجي تدوق اي حاجه او تبوس اي حاجه بمعنى صح، يا اما تلاقيها مسكره يا اما تلاقي فيها مراره، فبوس ساين لقيت فيها مراره، فهو البوس ساين موجوده في المراره في الاكيوت كوليسيستايتس. ودياجنوستيك للاكيوت كوليسيستايتس هو حاجه اسمها الهايدا. الهايدا هي بتكشف المستخبي في المراره، فهي الهايدا دياجنوستيك للاكيوت كوليسيستايتس. الدايليتد كومن بايل داكت معنى كده ان الكومن بايل داكت الدايمتر بتاعها قد ايه، هتشوف البايل هتلاقي البايل ده قريب من حرف 8، فانت هتقول ان هو ايه نماذج هو في ايه، هتقول ان هو اكتر من 8 مللي بقى تقريبا. تمام، يبقى كومن بايل داكت اكتر من 8. ولو لو بصيت على البايل داكت هتلاقي 8% ان يكون فيها ستون، ممكن يكون فيها ستون، فكومن بايل داكت اكتر من 8 واحتمال يكون 8% يكون فيها ستون. هو النسبه هتلاقيها في الام سي كيو من 5 ل 10، فانا اخترت 8 عشان ايه تكون قريبه وتقدر تختارها صح. ولو المراره فيها بقى ايه، لو فيها ديستنشن بقى او فيها اي ستون، فمعنى كده ان الكارنس فتيز هيعلى. الريكرنت كولانجايتس، كل شويه يجيله التهابات في الكومن بايل داكت، معنى كده ان في حاجه موجوده في كومن بايل داكت عامله تعمل التهابات، زي سواء ستنت سواء في اندرلاينج باثولوجي سواء في عمال ياخد برولونج انتبيوتك، فتختار الاول اوف ذا باف. تمام. والكومبليكيشن بتاع الريكرنت كولانجايتس عمال يحصل تهابات، فيحصل تليفات، فالتليفات هتعمل ايه، هترد البايل للليفر فيعمل بيلاري سيروز سكندري بيلاري سيروز. الشاركوت ترياد لو بصيت له كده هتبص في وشه الشاركوت وش. تمام. وش هتلاقي فوق هتلاقي فيه فيفر في الجبهه بتاعته، هتلاقي عينيه مسفره في جوندس بقه عمال يقول ففي وجع في الرايت هايبوكوندريال بين. بالنسبه للاكيوت سبيوراتيف كولانجايتس، يعني كولانجايتس يعني التهاب في الكومن بايل داكت، لو بصينا على الاسم هنلاقي ان في التهابات عملت صديد. تمام. في الكومن بايل داكت فهتلاقي فيه كومن بايل داكت في التهابات، هتلاقي فيه غالبا بيكون بسبب حصوه يا جماعه، اي حاجه في المشكله في البايل داكت غالبا جول ستونز، ستونز حصوه عملت ايه التهابات وصديد فوق كده، فبيكون اسوشيتد كومن بايل داكت ستون، دي هيبقى الاجابه. الجول ستون اوبيك ان 10% 10% من الناس هتلاقي فيهم الجول ستون اوبيك، بقيت الناس 90% معظم الناس لو عملت اكس ري مش هتلاقي الستون. تمام ماشي. يبقى الخلاصه واللي انت هتفتكره من كلامي، ما تحاولش تعمل اكس ري عشان تشوف حصوه. التي تيوب بنعمل لها ريموفال افتر 10 دايز، اظن التي والتي باينه انهم هيفكروك بالاجابه. وكوزس خلينا نعلمها عشان تكون واضحه، التي تيوب 10 دايز كوزس اوف كولانجيو كارسينوما، ايه سبب كولانجيو كارسينوما؟ هتقول اول اوف ذا باف، بس انا هفهمها لك. يعني اول حاجه برايمري سكلروزنج كولانجيتس، حصل كل شويه التهابات. تمام. فده التريتمنت اوف تشويس بتاعها الليفر ترانسبلانتيشن، او ان في بكتيريا دخلت حاجه اسمها كولونوركس سينوسيس عامل التهابات، او في مثلا ألسراتيف كولايتس اسوشيشن معاه بيكون كولانجيو كارسينوما او اكيوت كولستايتس. البايل اسيدز امتى يكون قليل؟ قليل هو اصلا احنا عارفين ان هو بيمتص 95% من الترمينيليوم، فلو ترمينيليوم فيه مشكله او تعبان ولا حاجه في حاله الكرونز ديزيز، او احنا شلناه عملناه ريسكشن، انت هتختار في الاخر اول اوف ذا باف يعني، او في استروجين بيعلي البايل اسيدز. بنتعملش لابروسكوبي لو عندك بليدنج تندنسي عشان ما تزودش التمبل. بالنسبه بقى لشابتر الاسبرين، ففي حاجه عندك اسمها سبلينيكيولاي، ده سبلينيكيولاي دي معناها ان اكسسوار اسبرين، في سؤال في الحته ديت. واشهر مكان هو الهايلا. تمام. التروما في الاسبرين، خبطت الاسبرين، ف ال بين ان ليفت شولدر بين ان ليفت شولدر معلش
لما يقول لك البين هيكون موجود فين، هتقول له في نفس الاتجاه اللي موجود فيه السبرين. السبرين موجود فين؟ الناحية الشمال. السبرين موجود في الناحية الشمال. لو انت ما تعرفش اتجاهات بقى فدي مشكلتك. السبرين موجود في الناحية الشمال، فالوجع في الكتف النهون كتف الشمال في نفس الاتجاه. وفي واحد اسمه قهر هو اللي قال كده، قهر يعني جاي من القهر. السبرين في الشمال يقهر الشولدر الشمال، يقول له لا انت كمان هتيجي في الشمال، انت ما تقدرش ترفض امري. قهر قهر تمام. اكيوت اي تي بي اللي هو اميون ثرومبوسايتوبينيك بربرا، علاجها بالاسترويدز او الامينوجلوبولين جي، او وبسبب ان البليتلت قليله فبنديله البليتلت كونسنتريشن. المهم في الاخر ايه بقول له في ظبط تمام. بس لو فضل تتعالج بده كله ولسه ما خفش هتضطر تعمل بقى ايه؟ بس لسه ما خفش بعد قد ايه؟ انت لازم انت تحدد لي يا دكتور عبد الله. حاضر، بعد 9 شهور خلاص. فانت هتعمل سبيرينكتومي. طفل وعنده انيميا، ومع الانيميا ديت لقيت ان عنده كوليسترول اصفر بقى كمان، فاعرف على طول ان دي اعراض الكونجنتال اسفيروسايتوز، بسبب ان الايه الاربسيز بيكون ما عندهاش سبكترين فبتتكسر في الطحال، فبيطلع منها بقى البيليروبين اللي بيكونسنتريشن في الجول ستونز، وبيعمل ايه في الجول بيقدر يعمل جول ستونز. الحل بتاعها انك هتشيل اللي عمال يكسر الار بي سيز ده اللي هو سبلينكتومي عند سن قد ايه؟ 6 ل 7 سنين. يبقى سبلينكتومي، بص السفيروسايتوزيس هنعمله سبلينكتومي بعد 6 ييرز خلاص. ليه 6 ييرز بالذات؟ لان لو اقل من كده فيكون عرضه اكتر للانفكشن. لو شلت له سبرين بدري يعني هيجي له كل شويه انفكشن، ولو اكتر من كده فهو عرضه اكتر للبيجمنت كول ستون بسبب ان السبرين شغاله عمال يكسر. ايه اشهر ورم بيكبر الطحال؟ هو الليمفوما. اشهر ورم بيكبر الطحال هو الليمفوما. الليمفوما طبعا بتيجي في الليمف نود، وهو الطحال السبرين بيكون ايه؟ ليمفويد اورجان. الالكتيف سبلينكتومي دي معلومات اضافيه على ما اعتقد، هي جت في الام سي كيو. يعني انت تشيل سبلينكتومي في حاله ايه؟ في حاله السبلين في مثلا سيست، او في ابسس، او في تيومر، او انت بتعمل ستيجنج للهودجكن الليمفوما، او في هيموليتك انيميا اكسبت السيكل سيل انيميا. ليه السيكل سيل انيميا ما بتعملش فيه سبلينكتومي؟ لان هو اصلا اساسا بيحصل فيه اوتو سبلينكتومي تمام. most detected complication is hemorrhage. اشهر complication هتلاقيه من السبلينكتومي هو الهيمورج تمام، لان انت بتشيل العضو مليان دم. اشهر بكتيريا في الاوبسي اللي هو الاوبسي دي اختصار ليا اولياء يا زمايلي يا اصحابي لو انتم ما تعرفوش، اللي هو overwhelmed post سبلينكتومي infection. اشهر بكتيريا اللي عشان لو هم 3 بكتيريات عشان دايما بننسى اساميهم، فاحنا هنشوف الاختصار دوت ونجيب عليه. الاي انفلونزا، الاس اللي هو السحائي اللي هو نيسيريا مينينجايتس، البي اللي هو نيومونيا نيوموكوكاي اللي هو ستريبتوكوكس نيومونيا يعني نيوموكوكاي، والنيوموكوكس هي يعني يعتبر اقوى واحده فيهم فبنديلها التطعيم يعني اول حاجه. طب بندي التطعيم ده امتى؟ بندي التطعيم ده امتى؟ بنديه قبل العمليه باسبوعين. يعني انت ده عايز تعمل عمليه سبلينكتومي قبلها باسبوعين تدي ايه؟ تدي التطعيم الثلاثي ده. اوعى تنسى لان هيبقى في الاختيارات اسبوع، لا هي اسبوعين. احاول ابصمجالك، مش هعرف ابصمجالك للاسف، بس احنا بنديله يعني احنا بنقول له خد التطعيم اهو وتعالى بعد اسبوعين اعمل لك العمليه. اسبوعين 14 يوم، فانت اوبسي ديت 4 كلمات فحط جنبها واحد يبقى 14 يبقى اسبوعين. ما اقدرش اعمل لك اكتر من كده للاسف. البريست كانسر يا جماعه، عارفين ان هو بيروح اول حاجه للبون، بيروح فين للبون؟ بيروح لللمبر فيرتبري تمام. يعني هو ظهر الست هيوجعها اول حاجه، يبقى اللمبر فيرتبري ما تنساش. دي العلامات اللي بتحصل في السكن اللي هي الفيكسيشن، بعد كده الالسر، بعد كده الفانجيشن، بعد كده النوديول، بعد كده الكراس، كانسر الكراس اللي هو السك سك بقى وتخين كده وشكله وحش. السب مانديبولار داكت يا جماعه بتيجي من الديب بارت بتاع الجلاند، خلي بالكم الداكت بتيجي من الديب بارت اوف جلاند تمام.
فلو في حصوة ولا حاجة احنا بنشيل يعني بلاش بلاش بقى. لو في حصوة some mandibular swelling فانت ما تقدرش تعمل رولينج over the mandible. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندك swelling ما تقدرش تحرك السويلينج ده على المندبل لو ايه لو في حصوة، انما لو في مرض تاني ممكن اه تحرك. انما يعني characteristics لوجود لوجود باروتد submandibular stone انك كانت بي رولد ان ذا ابدومين دي هيجي عليها سؤال برضه. دونت ويت فلكتويشن في الثلاثة بي دي بقى عليه حسابيات، دي حسيبيات زي ما بيقولوا بلب وباروتد وبرينيفريك ابس. الادينويد سيستيك كارسينوما الاسم الثاني بتاعها، يعني الاسم الثاني بتاعها هو السيلندروما. زي ما انتم شايفين سيلندروما يعني سيلندريكال، تلاقي سيلندريكال ان شيب، فعشان هي سيلندريكال فبتكون محوطه النيرف وبتمشي مع النيرف. فبيرينيورال سبريد. الرانيولا هي عباره عن الدكت بتاع السابلينج والجلاند اتسد، فعمل سيست كده في الفلور اوف ذا ماوث، فعلاجها انك تشيل السابلينج. الدكت الكارسينوما ان سايتو انا كنت قلت لكم قبل كده ان احنا بنعمل لها على طول اول ما بنشوفها ماستكتومي، والريكرنس بتاعها اقل من 2%. طب ليه اول ما بنشوفها بنعمل لها ماستكتومي؟ لان لو سبتها من غير علاج 30%، ودي نسبه مش صغيره، 30% ويل بي مالجننت او انفيزيف بعد ايه؟ بعد 10 سنين خلاص. والسرطان اكتر في البريجننسي لان بيكون عندها استروجين اكتر، فالاستروجين ده بيغذي السرطان فبيزود عندها المالجننسي. الوينج سكابيولا وينج فيبقى لونج ثوراسيك نيرف، لونج سكابيولا بسبب ان هو حصل انجري للونج ثوراسيك نيرف. يعني افتكرها لونج ثوراسيك يعني جاي من الصدر من قدام ولافف لورا عشان يروح للسكابيولا فعمل وينج سكابيولا، لونج ثوراسيك لونج سكابيولا. فايبروسيستيك ديزيز بيكون فيها نورمال ليفل، لان فايبروسيستيك ديزيز ده موجود معظم السيدات، فمش كل السيدات هيبقى عندها مشكله نورمال في النيبل، لا معظمهم عندهم نورمال نيبل. ففايبروسيستيك ديزيز او يخدعك ان كلمه ديزيز فتقول له لا ريتراكشن، لا هي نورمال ليفل. وبيقول لك البريست اكزامينشن بعد سن قد ايه؟ 20 ولا 25 ولا 30. عليكم السلام. يبقى woman must do physical examination for breast at age of 20 years. الفيلويد كارسينوما، فيلويد يعني زبق شيء زي ورق الشجر، فانت ترسم ورده وتقول له علاجها سيمبل ماستكتومي. الورده حاجه سيمبل كده وجميله تدل على الحب والاخاء، فهو انت هتعملها سيمبل ماستكتومي. السوبرفيشال ثرومبوفيلايتيس ليها اسم تاني اللي هو في البريست، يعني لو لقيت مثلا التهابات في الاورده اللي على البريست فانت حاجه اسمها موندور ديزيز، سوبرفيشال ثرومبوفيلايتيس ستيج 3A اكتر من 5 سم، يعني كبر لدرجه فظيعه. الكوارت حاجه اسمها كوارت، هيقول لك اختصار لايه؟ هتقول له كوادريكتومي، هتقسمه ثلاث حاجات الكوا والايه والار تي. الكوادريكتومي يعني هتشيل ربع البريست تمام، الربع البايظ يعني اللي فيه تيومر، والايه اللي هو اكزيلاري ديسكشن، والار تي اللي هو راديو ثيرابي، اكزيلاري ديسكشن وراديو ثيرابي. تمام كده احنا خلصنا. لو جالك بس سؤال بيقول لك ايه الاميلو بلاستوما؟ اميلو يعني جامد، هتاخد حرف الام وتقول المانديبول، يبقى ده حاجه في المانديبول. ايه الحاجه ديت؟ هي لوكال مالجننت اوف ماندبل، ان في لوكال مالجننسي في المانديبول، فهو ده الاميلو بلاستوما.